قديم قدامي للشرد يبقى في نهاية الحزن لي معروف وهو جاع بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نجدد التحية ونتواصل مع انطلاقة جديدة من انطلاقات الخير والمحبة في صباح هذا اليوم بميدان الساد. نسير وياكم إلى المقدمة كنتابع اللي قادت المسيرة وخذت المركز الأول الشاهينية سليم بجوير بن سليم العامري، المركز الثاني الشاهينية أحمد بن محمد بن العوضي المنهالي، وفي المركز الثالث يصل بن نعيف يتصل الشاهينية منصور بن حمد بن نعيف العامري خذ المركز الثالث في هذه اللحظات، المركز الرابع البن جوير كذلك، وفي المركز الخامس يلي وصلت لسلطان بن سليم بن سالمين الوهيبي خذت المركز الخامس. لكن بنعود إلى مقدمة الشوط والشاهينية، سليم بن جوير بن سليم العامري من أطلق الشاهينية من سيطر بالشاهينية. أوه بالعوضي خطير خطير للغاية من المركز المركز الثاني، لكن بدأ يمن الشوط بن جويرب أطلق الشاهينية سيطر بالشاهينية السيطرة التامة، لكن الخطورة واردة من اللي في المركز الثاني. يا سلام يا سلام يا سلام، يلي في المركز الثاني خطيرة لكن لم تثر على الشاهينية تهانينا لسليم بن جويرب العامري، نهنيه على فوز الشاهينية بالمركز الأول. بدت بالانفراد، بدت بالسرعة، بدت بالاحتياط، بدت بالمخزون في اللحظات الأخيرة. تهانينا لسليم بن جويرب بن سليم العامري، نهنيه على هذا الفوز. المركز الثاني حاملة رقم 67، المركز الثالث مشاهدي الكرام لمنصور بن حمد بن سيف بن نعيف العامري. التوقيت 2:19، الشاهينية تهدي الفوز والناموس سليم بن جويرب بن سليم العامري، ينتزع المركز الأول.